صعب الحرم صدره. سيد حالة مرضية قرب جامع حي المعلمين. في بعض الأحيان يتسابقون مع الوقت للوصول للحالات الطارئة أو لنقل مريض متوعك من البيت إلى المستشفى، فهم على أهبة الاستعداد دائماً. على حسب الظروف، يعني طريق الشارع، يعني إذا مزدحم والمكان الحي يعني قريب أو بعيد يستغرق يعني، وإذا قريب الحي يعني لا، يعني دقيقة أو دقيقتين نوصل. تعامل المرور ويا الحالات الطارئة شلون؟ جيد، يعني دائما قاعد يسمحون لنا بالطريق ويفتحون الطريق. إذا يجينا من السيطرة يعني من مكان الحادث، من بيت أو من شارع أو من أي مكان، نتوجه له يعني أنا والأخ المسعف باتجاه الحادث ونوصل للمستشفى يعني بأقصى سرعة يعني. وهذا العمل لا خطورة لنا، خاصة السواق الإسعاف الفوري، يعني كل السواق الإسعاف الفوري مال العراق. شعبة الإسعاف في كربلاء معاناتها كبقية المؤسسات الحكومية الأخرى، فهي تشكو نقص عدد السائقين وسيارات الإسعاف والمسعفين أنفسهم، ناهيك عن بناية متهالكة ومخاطر العمل في ظل الجائحة، مطالبين الجهات المعنية بمخصصات خطورة لعملهم. وأكثر المشاكل اللي نعاني منها عدد نقصات عدد السواق والمسعفين وسيارات الإسعاف، لأن احنا بالنسبة للإسعاف كربلاء صار لنا أكثر من 5 سنوات ما مستلمين سيارة إسعاف، ما عدا حصة 7 إسعافات إلى دائرة صحة كربلاء. وللعلم دائرة صحة كربلاء ضغوطات من خلال الزيارات الأربعينية والمناسبات الدينية اللي تمر بها محافظة كربلاء. سير المركبات في الشوارع المزدحمة تحتاج لخطة عمل مع الجهات المساندة لهم، وعلى رأسهم مديرية المرور العامة في محافظة كربلاء لتسيير عملهم والمرور وفتح الطرق رغم الازدحامات المعهودة. بمجرد سماع صافرة الإسعاف يرافق ذلك الثناء على جهودهم من قبل المواطنين. احنا عملنا مستمر مع الإسعاف الفوري وكذلك الإطفاء. من يصير حادث نسمع، بتعرف انت نسمع صوت الصافره مال الاسعاف، فرجل المرور يقوم بمساعدتهم بالاشارات الضوئيه، اعطي لهم الاولويه لان اغلبهم لان حوادث مهمه وتتطلب السرعه. طبعا نشكر الاسعاف الفوري على تلبيه النداء باسرع وقت ممكن. بصراحه ما كنا نتوقع ان توصل السياره بهذه السرعه. اجوا ويانا للبيت طبعا الى داخل البيت، فجزاهم الله خير الجزاء. لا تقل خطوره عمل رجل الاسعاف عن المريض نفسه، فهو يعمل بالرغم من عدم حصوله على مخصصات الخطوره بوقت كان عمله بالصد الاول لنقل المصابين والمرضى. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.